سوزان، دائما بتقدمي لجمهورك اعمال مؤثره سواء في الافلام الروائيه الطويله او افلام قصيره او حتى في الدراما. خليني ابتدي معك، كان لك مؤخرا فيلم روز، شارك مؤخرا في مهرجان الاسكندريه، تعطينا نبذه عن هذا الفيلم وشو كواليسه؟ لا، الفيلم ضد الارهاب، ضد ارهاب المراه والطفل والانسان بشكل عام، والحمد لله نال قبول كثير كبير واخذنا عليه جوائز افضل ممثله عربيه، واخذنا جائزه ثانيه انسانيه عن الفيلم، لانه بيحكي واقع كثير مهم بمس حقيقه داعش وحقيقه الحركه الارهابيه اللي صارت. سوزان، بشكل عام دائما بتقدمي لجمهورك اعمال مؤثره سواء في الدراما او الافلام الروائيه الطويله، يعني لماذا اخترتي مؤخرا المشاركه في فيلم روز من ضمن الافلام المتواجده على الساحه المصريه او في الوطن العربي؟ والله هو اختارني روز، مو انا اخترته، اي، لانه نحن كنا عاملين مسلسل اسمه شوق، وكان عندي شخصيه روز اللي صارت فيلم سينما، صار تم تفاعل كثير كبير بينه وبين الناس، فالناس الجمهور هن اللي طالبوا بخط روز انه يصير فيلم وهيك، والشركه اوريدي كانت مفكره بهذا الموضوع، ولكن لما صار الاقبال الكبير كان في ماتيريال متصوره اوريدي للفيلم، فاستعجلوا بالتحضير للفيلم وشارك في اول مهرجان، وان شاء الله في مهرجانات كثير جايه على الطريق. اكيد هذا اللي بعرفه، انه كمان في مصر او في الوطن العربي. خليني اسالك كمان عن اعمالك الدراميه المقبله، اكيد جمهورك هلا بيسال شو الاعمال اللي ممكن تقدميها لجمهورك تحديدا في الدراما في العام الجديد اللي هو 2019. المشكله ما فيني اذكر اسماء لحد هلا، ولكن في مسلسل عربي من جزئين معروف جدا مشهور كثير، وعندي فيلم سينما هون مصري ولكن حيتصور بين مصر وسوريا، وعندي مشاركه ضيفه شرف بس كثير حابه الدور بالكويت. بالكويت؟ حلو الكلام. خليني اسالك قديش بتهتمي بالسوشيال ميديا بشكل عام وبآراء جمهورك على السوشيال ميديا؟ ليك الصدق ببين، انت بتعرف انه هيدا صادق معك ولا لا، هيدا النقد ليهينك ليجرحك ليزعجك ولا ليفيدك ببين معك، فانا الشيء اللي بستحق اني رد عليه برد عليه، باخذ باراء الجميع، بس الاراء اللي مبينه انه للتجريح او النكاية او للحسد او اي شيء من هذا القبيل بمحيها ديليت. شو ناطر انه يقدم مهرجان دمشق للمهرجانات في الوطن العربي، خاصة نحن في عصر المهرجانات الفنية حاليا؟ هو يرجع مهرجان دمشق، وأنا متأكدة أنه حيكون مهرجان مميز جدا جدا مثل ما كان، وحيستقبل ضيوف من كل من كافة أنحاء العالم إن شاء الله، يا رب بس هو يرجع بزهوته وهيك، يعني نرجع نفرح باستقبال الناس عنا بسوريا. نورانا وموفقة دائما. ميرسي، كلك ذوق.